الحوار الوطني بالفعل بيجتمع لإدراج قضايا الأمن الوطني والسياسة الخارجية في المناقشات والجلسات المختلفة. معانا على التليفون دكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ يا رب تكون كل حاجة بخير. الحمد لله. مهم عندنا ان احنا نشوف اولا يعني مسألة ادراج قضايا الامن القومي، مسألة السياسة الخارجية هتدرج ازاي في الحوار، هتبقى الجلسات عاملة ازاي، هل هيستدعى حضور جدد للحوار الوطني ولا لا؟ يعني اسمح لي في البداية اولا، يعني طبعا هذه كانت قضية اساسية في اجندة حوار يعني اليوم لمجلس امناء الحوار الوطني، وكان هناك نقاش واسع وتفصيلي حوالين يعني قضايا السياسة الخارجية المصرية وقضايا الأمن القومي. لكن كان هناك يعني في نفس الوقت بعد نقاش يعني مستفيض، كان هناك إجماع من جانب كل أعضاء المجلس على أنه لا يوجد خلافات فيما يتعلق بأداء السياسة الخارجية المصرية وتعامل الدولة المصرية مع تحديات الأمن القومي. يعني إذا جاز أن نقسم يعني قضايا السياسة الخارجية بشكل عام وعلاقة مصر مع القوى الدولية ومع محيطها الإقليمي، فيمكن أن نميز ما بين فئتين من القضايا. الفئة الأولى هي المتعلقة بإدارة مصر لعلاقاتها الخارجية مع القوى الدولية بما فيها القوى الكبرى، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو القوى الصاعدة مثل الصين أو القوى المهمة مثل روسيا وباقي القوى الوسطى في النظام الدولي. وكان هناك اتفاق بين كل أعضاء مجلس الأمناء على أنه علاقات مصر مع هذه القوى ومع النظام الدولي تجري يعني أولا بتوازن شديد مع كل هذه القوى، أيضا تجري بفلسفة تقوم على أن تكون مصر جزء من التحولات الدولية والاستفادة من هذه التحولات بشكل ينعكس على خدمة المصالح المصرية بشكل عام وعلى خدمة قضية التنمية الجارية في الداخل بشكل خاص. فبالتالي لم يكن هناك اتفاق، عفوا لم يكن هناك اختلاف بين كل يعني بين أعضاء المجلس الأمناء الحوار الوطني، بل على العكس كان هناك إجماع على أن السياسة الخارجية المصرية تمثل واحدة من أهم مؤشرات أداء الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2014 حتى الآن هناك فلسفة واضحة تحكم السياسة الخارجية المصرية. فيما يتعلق بالفئة الثانية هي التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، خاصة التحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كان هناك إجماعا أيضا بين كل أعضاء المجلس بأنه الدولة المصرية تتعامل مع هذه التحديات بدرجة كبيرة من الحرفية وبدرجة كبيرة من الفعالية لحماية الأمن القومي المصري أولا وحماية القضية الفلسطينية أيضا. فبالتالي خلص مجلس الأمناء إلى أننا لقد لا نكون في حاجة إلى يعني تخصيص يعني لجنة خاصة بمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، لأنها ليست موضوع خلاف، بل بالعكس هناك يعني توافق يرقى إلى درجة الإجماع حول نجاح الدولة المصرية في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية بشكل عام ومع قضية الأمن القومي بشكل خاص. هذا هي النتيجة التي خلص إليها يعني مش هيبقى في لجنة مخصصة لذلك، لكن يعني حتى الآن المناقشة تدرج في إطار جلسات الحوار. الاتجاه العام أننا لسنا في حاجة إلى يعني لجنة متخصصة لهذه القضايا السياسة الخارجية والأمن القومي، نظرا إلى أنها ليست موضوع خلاف، بل على العكس هناك إجماع على فعالية السياسة الخارجية المصرية وفعالية الدولة المصرية في تعاملها مع كل تحديات الأمن القومي المصري. لكن كان هناك اتجاه كبير داخل المجلس، موضوع إجماع أيضا، هو أن تكون هناك رسالة واضحة تخرج من مجلس أمناء الحوار الوطني بالتأكيد على يعني الحفاظ على حالة الاصطفاف خلف الدولة المصرية، ورسالة أيضا للخارج، لأنه كما نعلم مجلس أمناء الحوار الوطني هو كيان له خصوصية من زاوية أنه يضم التيارات السياسية
المختلفة نجح بشكل كبير منذ أن بدأ وحتى الآن في تعزيز حالة التوافق وأيضا تعزيز اللحمة بين التيارات السياسية. وبالتالي عندما يقوم مجلس أمناء الحوار الوطني بكل يعني تياراته السياسية والفكرية بالوقوف خلف الدولة المصرية وتوجيه رسائل واضحة للإقليم وللعالم بخطورة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وخطورة التداعيات التي يعني يمكن أن تترتب على استمرار العدوان الإسرائيلي، أعتقد هذه ستكون رسالة مهمة. وفي جميع الحالات سيكون هناك بيان تفصيلي سيصدر عن مجلس أمناء الحوار الوطني حول يعني الطريقة التي سوف يتم بها التعامل مع قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وحول أيضا موقف المجلس أمناء الحوار الوطني من هذه المسألة ومن تحديات الأمن القومي بشكل عام. عظيم جدا. هل تطرقتم في اجتماعكم دكتور إلى موضوعات أخرى بخلاف هذا الموضوع المتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية؟ يعني كان هناك موضوعين آخرين. الموضوع الأول يتعلق ب يعني موقف يعني التوصيات التي خرجت عن مجلس أمناء الحوار الوطني وعن جلسات الحوار، لأنه كان هناك يعني قائمة أو يعني حزمة أولى من التوصيات التي صدرت عن الحوار الوطني، وبالتالي كان هناك يعني نقاش حول كيف يمكن تسريع تنفيذ هذه التوصيات، وانتهى النقاش إلى ضرورة تسريع وانتظام اللجنة المعنية، لجنة التنسيق بين الحوار الوطني وبين الحكومة المصرية، لأنه كما نعلم هناك لجنة تم تشكيلها من أعضاء مجلس الأمناء والتقت بالحكومة المصرية أكثر من مرة، وبالتالي يعني اتفق مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم على تسريع عمل هذه اللجنة وانتظامها أيضا حتى يمكن تسريع عملية تنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع الحكومة المصرية. عظيم جدا. القضية الثانية تتعلق بالقضايا الأخرى التي لم يتم مناقشتها ضمن أجندة الحوار الوطني، وتم الاتفاق على وضع جدول زمني لاستئناف الحوار بشأن هذه القضايا بالتنسيق أو بعد العودة إلى مقرري المحاور المختلفة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي والمقررين المساعدين، وهذا سيكون أيضا موضوع بيان تفصيلي سيصدر عن مجلس الأمناء. هايل جدا، بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.